في 2020 تجاوزت هواوي منافستها الأخرى الكورية الجنوبية سامسونج لتفرض نفسها كرقم صعب في عالم تكنولوجيا الاتصالات. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة أيمن عتاني الخبير في تقنية المعلومات. أيمن أهلا بك في هذه الحلقة من بداية الحكاية. يعني أيمن وأنت متتبع لتاريخ وعمل الشركة شركة هواوي منذ بدايتها، نجاح هواوي لم يكن أبدا وليد الصدفة، أليس كذلك؟ عمر، هلأ بهواوي المرحلة اللي وصلوا فيها، نحن هلأ وصلوا فيها النجاح أخذها فوق 30 سنة لو وصلت له. واللي بيميز هواوي عن غير مؤسسات إنه كل سنة عم بيصرفوا فوق 20 مليار على مختبرات تحديث التقنية كل سنة على فترة كتير طويلة على كذا سنين. هيدي الخبرة التقنية بتخلي المؤسسة إنها تتقدم تتفوق غير مؤسسات. يعني الناس اللي بينافسوها عالميا كانوا يبقوا إريكسون وشركة نوكيا ونورتل ولوسن. 20 مليار دولار بالسنة على مختبرات تحديث، هي إذا بتجمع كل شيء بيدفعوه هني هذيك المؤسسات على التحديث بتجمعهم كلهم بيطلع كتير بعيد عن 20 مليار بتحطهم هواوي. فهيدي الاتجاه انه بدهم هني يتأكدوا ان هني عندهم أحسن وأفضل تقنية بأقل كلفة سمحت لهواوي انه تتقدم كتير على غيرها من المنافسين، وكمان لغير مؤسسات ودول انه تشتغل معها أكثر من غير مؤسسة. كلمة السر إذن أيمن في الاستثمار في البحث والدراسة المتأنية لتكنولوجيا الاتصالات، ومن ثم تقديم تكنولوجيتها الخاصة، وهو ما مكن هواوي من مضاعفة عدد موظفيها من بضع عشرات عند بدايتها وانطلاقها إلى آلاف الموظفين حول العالم الآن. تماما، عم تحكي أنت فوق 120 ألف موظف يعني شغالين يوميا بفوق 47 بلد لحتى يقدروا أنه ينافسوا ويكونوا هني سباقين بهذا الموضوع. هذا البحث أيضا أيمن ربما يكون هو ما مكنها من امتصاص صدمة العقوبات الأمريكية ضدها وحرمان هواتفها من نظام أندرويد، بل وتقديم نظام جديد. لكن بالحديث عن هذه النقطة، هل ينجح نظام هواوي الجديد في الحفاظ على عملائها واستقطاب عملاء جدد، أم أنه من الممكن أن يؤثر عليها؟ يعني أنت تعرف أن هناك من يطلق عليهم بالعملاء الأوفياء لأنظمة الهواتف، يقال أن هناك عميل وفي لنظام iOS أو الأندرويد. هلا عمري اللي تفضلت فيه أنت محله، لأنه إحنا بسوق تجاري في خيارات واضحة واسعة لكل الموجودين حسب هني شو بيحتاجوا كأشخاص لحتى يشتغلوا بأي منصات معينة. وكمان يعني إذا بنشوف مؤسسة كبيرة مثل هواوي، مثل غير يعني مثل كبير مثل كمؤسسات كبيرة يكونوا شغالين على كذا سنة، معودين إنه بيستوردوا هيدي القطع، بيستعملوا هيدي البرامج، يعني معودين على طريقة معينة وبيكونوا محضرين على 3 سنين 5 سنين وسبع سنين لقدام. لما بيصير في تغيير جذري بطريقة يعني كقطع حيستعملوها أو كبرمجيات حيستعملوها، هيدي أكيد بدها تعمل نوع من أزمة مؤقتة ليكونوا يعرفوا هني طب أوكي بطل فينا نستعمل القطع، بطل فينا نستعمل هيدي البرمجيات، شو الحل الثاني؟ فبدي يأخذوا شوية وقت ليتأكدوا إنه شو القطع الجديدة والبرمجيات الجديدة، وبهالوقت سنة سنتين ثلاثة يلي هي أكبر بيحتاج وقت يكونوا خلص غيروا الطريق، تحولوا بطريقة إنه ما يكونوا معتمدين على هيدي القطع والبرمجيات مثل ما كانوا قبل. فهي بس مرحلة انتقالية ليقدروا إنه هني يقدروا يعني. من شان هيك شايف أنت عم بيعملوا هني سوفتوير خاص فيهم عم بيسموه هارموني، يعني كيف عندهم أبل عندهم iOS وجوجل عندها نظام الأندرويد اللي سامسونج وغيرها بيستعملوا، عم يعملوا نظام الخاص اسمه هارموني. معودين هني يستعملوا كانوا بجوجل جوجل مابس والإيميل وكل وهذه التقنيات وكروم، عم يضطروا يعملوا يعني نوع الخاص من المابس والإيميل وغيره. مرحلة وقت ليطوروها ويعملوها، وأكيد بده وقت لتتحسن هذه التقنيات اللي تقدر تنافس، ما فيها من أول نهار تنافس، بس بمرحلة وقت يعني حتوصل لمرحلة عم بتنافس. لكن أيمن، حتى مع هذه النجاحات لا يمكن إغفال تأثر الشركة بالعقوبات الأمريكية، وأهمها حرمانها من التعامل مع الشركات الأمريكية في استيراد أجزاء مهمة لأجهزة الجيل الخامس التي تقوم هواوي بإنتاجها. هل يمكن أن تتجاوز هواوي هذا الأمر بإنتاج كامل لأجهزة الجيل الخامس بنفسها، كما أنتجت أو كما نجحت في تقديم نظام هارموني بديلا عن الأندرويد؟ هلا خلينا نركز على موضوع الجيل الخامس. الجيل الخامس ليش موضوع عم تحكي فيه كل الناس وكل المؤسسات؟ لأنه نحن كلنا عم نستعمل الجهاز المحمول يوميا
بكل شيء، بالعمل والرفاهية والمدارس وكل شيء من قبل كوفيد، وإجا كوفيد كلنا وكل كيف شيء مؤسسات صارت. فهلأ فنحن عنا نحتاج استهلاك أكبر للسرعة، سرعة ليعطينا للفيديوز أحسن، ليعطينا للتقنية الجديدة الجاي، يعني السيارات بدون سائق، كل تقنية جاية جديدة، فهيدي السرعة موجودة. وهيدي بتنعمل مرة كل من 5 إلى 10 سنين بينعمل لصدة كاملة للبنية التحتية. يعني هيك صارت معنا بالجيل الرابع وبعدين الجيل الثالث قبل، يعني كل من 7 إلى 10 سنين في لصدة كاملة وفي تكلفة هائلة لتغير البنية التحتية، بين أجهزة بين أنتنات بين سيرفرز، بين يعني في تكلفة كتير كبيرة تنعمل. وهواوي لأنه هني بتقنيتهم عم بيحطوا مصاري كتير ليحسوا التقنية، تقنيتهم فعالة كتير أكثر من غير مؤسسات عالمية. فمنشان هيك في كل يعني حيالة مؤسسة، يعني مؤسسة اتصالات بدت تكون على الجيل الخامس، بدأ يعني تدرس هواوي كمصدر نموذج مظبوط لحتى تقدر تستعمله. شكرا لك أيمن على وجودك معنا في هذه الحلقة من بداية الحكاية التي تناولنا فيها شركة هواوي التي باتت رقما صعبا بالتأكيد على الساحة التكنولوجية العالمية.